رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بعض طبقات ما خلق الله لا تستطيع أن تفهم الطبقات الأعلى منها. الجمادات لا تفهم النباتات، والنباتات لا تستطيع أن تفهم الإنسان. ولذلك فإن على الإنسان الذي يحاول أن يتعامل مع النباتات أن يفهم النباتات. الحيوانات لا تفهم البشر، فإذن على البشر أن يفهموا الحيوانات. أنت تريد أن تتعامل مع الحيوان، سواء كان أليفا في بيتك أو كان متوحشا في الغابة، لازم تفهمه. ومو مطلوب من الحيوان أن يفهمك، لأن الحيوان لم يعطى هذا الفهم. كذلك أنت عليك أن تفهم النباتات، أن تفهم الأشجار، حتى تعرف تحسن التعامل معها وتستفيد منها وتتمتع بها. فلماذا إذن يصر البعض على أن يفهمه بنو جنسه؟ أكو بعض الناس يقول الناس لازم يفهموني. زين، إذا الناس ما فهموك، أنت لازم تفهمهم. يعني إذا لم يفهموك لازم تحاول تفهمهم. هذا يحدث ما بين الآباء والأولاد، ما بين الأمهات والبنات. أحيانا يأتي شاب ويشتكي على أبيه، يقول أبوي ما يفهمني. أنا جوابي أنت افهم أبوك. أو تأتي الفتاة وتقول أمي لا تفهمني، جوابي أنت افهمي أمك. ليش لازم الطرف الآخر يفهمك؟ أنت مع الحيوانات ما تقول الحيوان لازم يفهمني، مع النباتات لا تقول النباتات لازم تفهمني. أنت تتعامل معها وأنت تحاول أن تفهمها، وتتعامل معها بشروطها وظروفها وقواعدها وأصولها وطريقتها. يوم القضية توصل لأبوك ما مستعد تتعامل وياه كما هو. والدك تقولب بقالب معين، صارت عنده عادات، صارت عنده تقاليد، صارت عنده طريقة في الحياة، كثيرا ما لا يستطيع أن يغيرها. وأنت حينما تصل إلى عمره سترى أن لك عادات وتقاليد وطريقة ما تقدر تغيرها أو ما تريد تغيرها. لازم غيرك هو اللي يفهمك. كذلك أنت عليك أن تفهم أباك. وكذلك بالنسبة إلى كثير من البشر، أنا أسأل سؤال: كيف تتعامل مع الطفل؟ يعني تنتظر الطفل هو يفهمك، أو أنت اللي تفهم الطفل فتتعامل مع الطفل بمقتضى طفولته لا بمقتضى فهمك أنت؟ إذا كنت تريد تعطيه طعام ما يأكل، صاير إضراب عن الطعام عنده، تحاول تلاعبه، تحاول تشجعه، إذا كان شوية كبير تغريه بالجائزة مثلا، فأنت تفهمه، ما تقول هو لازم يفهمني. وأنت على كل حال سوف تلتقي في حياتك بأناس لا يفهمونك، وربما يكون كما قلت بعضهم من أقرب المقربين إليك، فحاول أن تفهمهم أنت. لأنك أمام ثلاث خيارات حينئذ، إذا هم ما فهموك، إذا هم لم يتقيدوا بأصول التعاون معك، إما أن تستمر في التعامل معهم من دون تفاهم بينك وبينهم، أو أن تصر على أن يفهموك من دون أن تفهمهم، أو أن تفهمهم أنت حتى وإن لم يفهموك. وهذا أسهل الحلول. جاني شاب يشكو من والده
قال مشكلتي مع أبي أنه لا يفهمني. فأنا قلت له الكلام اللي دائما أقوله، ومشكلتك أنت أنك لا تفهم أبوك. قال أليس من واجب الأب أن يفهم أولاده؟ قلت نعم، إذا كان الأولاد صغار نعم الأب لازم يفهم أولاده الصغار، أما إذا كبروا وأصبح الأب شيخا طاعنا في السن فإن المطلوب حينئذ هو العكس، أن يفهمه الأولاد. وهذا ما يجب علينا أن نفعله مع كل الناس. حاول أن تفهم نفسك للآخرين، وأن يتعامل الآخرون معك حسب قواعدك وأصولك اللي أنت ملتزم فيها، لكن إذا لم يفهموك فحاول أن تفهمه. والسلام عليكم ورحمة الله.